السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هقولك إزاي تخزني أكتر من 10 كيلو برتقان من غير ما تقشري ولا تعصري. هتوفري وقتك ومجهودك وفلوسك، بس ما تنسيش تحطي لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة جبت البرتقان غسلته كويس جدا، ومعايا جزر، معايا 3 4 جزرات، وكمية البرتقان دي 1.5 كيلو. أنا جايبة كمية بسيطة علشان التصوير. الجزر مش هيبان في العصير بس بيزود من القيمة الغذائية بتاعة العصير. حطيت مية على النار، وأول ما المية غليت نزلت بالبرتقان ونزلت بالجزر. عايزة البرتقان يستوي سوا كامل، فبعد ربع ساعة كده اختبرته بالسكينة لقيته استوى. هطلع البرتقان هصفيه كويس وحطه في البولة وهسيبه لحد ما يبرد خالص. كده البرتقان بعد ما صفيته وطلعته وبرد، تعالى اقولك هنعمل فيه ايه. جبته بشيل الجزء اللي فوق وبقطعه 4 ارباع. ايه ده، انتي هتعملي البرتقان كده بقشره؟ ايوه هنعمله بقشره، ما تقلقيش. طب القشره هتوديه فين؟ والمراره؟ المراره احنا اتخلصنا منها في الميه السليق واحنا بنسلقه، والقشره هقولك هنعمل فيه ايه دلوقتي. جبت شفشق الخلاط وحطيت كميه البرتقان كلها. كميه البرتقان ديت اخدت 1.5 كيلو، يعني برتقان اخد 1.5 كوباية من الميه وكوباية الا ربع من السكر. خلي بالك ان كمية السكر هنا على قد كمية البرتقان، على قد 1.5 كيلو من البرتقان، عشان السكر بيعتبر مادة حافظة، فانت لو هتضعفي الكمية فانت هتضعفي كمية السكر. قطعت الجزر واخدت كل الكلام ده، ضربته كويس جدا في الخلاط، وجبت المصفى وصفيت العصير عشان اتخلص من القشر اللي موجود في البرتقان. كده اللهم بارك، كمية البرتقان طلعت كمية حلوة قوي، يعني طلعت كمية عصير حلو قوي من 1.5 كيلو من البرتقان. جبت الأكياس اللي هي بتبقى ليها سوستة من فوق، الأكياس دي موجودة عند بتوع الأطباق البلاستيك والطباق الفل، وهبدأ اللي أنا أكيس العصير. كمية العصير على حسب احتياجك وعلى حسب أفراد الأسرة عندك، حطي الكمية اللي بتناسبك. الأكياس دي حلوة قوي، ما بتاخدش مكان خالص في الفريزر، وببدأ اللي أنا أكيسه كده وأضغط عليه، وكده بقى جاهز معايا بدون اي مجهود، ولا تعبتي نفسك ولا اي حاجة، ولا اخد وقت منك خالص. البرتقان انا جربت البرتقان البلدي بعمله بالطريقة ديت، لقيته فيه مرارة، لكن البرتقان بسرعة اعمليه تحفة. حطي عليه لبن بيبقى جميلة، تحطي عليه فراولة بيبقى حلو قوي. هتستخدميه زي ما هو كده على شهر رمضان، تحفة يا بنات، كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا بقى اما اجرب معاكم كده. اخدت كوبايه من العصير الخام، حطيته في شفشق الخلاط، وزودت ميه وزودت في سكر، واديته ضربتين كده، وتعالوا شوفوا الشغل العالي، تحفه. شويه عصير بقى ملهمش حل، ماخدوش مننا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. شايفين العصير عامل ازاي؟ خطير. كده الفيديو خلص. ان عجبك الفيديو واستفدتي منه، ما تنسيش تحطي لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.